اسمي ناهد، أنا متطوع مؤسسة وطن الإمارات تطوع، واليوم متطوعة ويا مؤسسة دبي خدمات الإسعاف عن طريق تطبيق يوم لدبي، لأن الحين كلنا لازم نكون جنود الوطن، كل واحد بالطريقة اللي يروم يسويها. أول يوم ويا المؤسسة دربونا الإخوان جزاهم الله كل خير، دربونا على تدخيل البيانات، وبناخذ من عندهم الفورم ندخل البيانات المعدات بين المستشفيات اللي توصلنا من عند الريسكيو تيم، والحمد لله بجهودهم هم انهم هم خصصوا لنا وقت وساعدونا انه نحن ندخل في السيستم ونفهم كل التفاصيل. الحمد لله نحن حين وياهم ونحاول ان نساعدهم بالقدر المستطاع.